يقول رأيت شخصا لا أعرفه وليس بيني وبينه شيء، ثم تعلق قلبي به تعلقا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فما السبب وما الحل حتى لا أتعلق، حتى لا أتعلق به هكذا؟ هذا الإعجاب، هذا الإعجاب. والإنسان إذا حصل له مثل هذا الأمر، أعجب بصورة شخص مثلا وتعلق قلبه به، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ويحاول أن يشغل نفسه بذلك ويسأل الله تبارك أن يبعد ذلك عنه، وهذا بداية شر والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد عن هذا الأمر ويدعو الله تبارك وتعالى أن يبعده عنه، ويحاول أن لا يكون في الأماكن التي يكون فيها هذا الشخص، لأن التعلق لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني تحب الشخص لله وليس تحبه لصورته أو شكله أو ما شاء، وإنما تحبه لله، إلا إذا كانت هناك محبة فطرية كالزوجة الشهوانية أو الأخ محبة فطرية أو الأب أو الأم أو أحد أحسن إليك أو غير ذلك من الأمور. أما مجرد أعجبتك صورته فتعلق قلبك به، فاستعذ بالله من هذا الأمر، وحاول ألا يعني تكون معه، وأكثر من الدعاء أن الله تبارك وتعالى يعني يهدي قلبك، والله المستعان.